متابعينا الكرام، يتجدد اللقاء في شوط الختام، شوطنا العشرين ينطلق في هذه اللحظات بأسمائه وشعاراته ومنافساته هنا على أرضية ميدان الشحانية في ثاني أيام هذا المهرجان. نتابع هذه الانطلاقة ونتابع أيضا الأسماء والشعارات المنطلقة معنا في هذا الشوط. نسير إلى البداية مشاهدينا الكرام، إلى البداية مقدمة الشوط. هناك مع هزامة على مقدمة الشوط حمد بن علي بن حمد بن محسن بن ملهية هنا مع أول المراكز وثاني الأسماء. أتابع القدوم في هذه اللحظات من تغير بدورها إلى البداية إلى الصدارة. بنت الباز محمد بن عبد الله بن محمد الزعبي هنا ينتزع الصدارة مع بنت الباز وثالث الأسماء. أتابع هناك القدوم والقادمة مع ثالث المراكز. هناك مزون لهم بسعد بالطالب، ألف هيدا هنا يصل مع ثالث المراكز، ولكن أتابع القدوم هناك والقادم. أتابع مشاهدينا الكرام مع رابع المراكز هنا والقادمة في هذه اللحظات معزة محمد بن عبد الله بن علي آلف هيده المري، ولكن الله هناك أيضا. أتابع خامس الأسماء الجزيرة محمد بن سالم بن مبارك النابت المري، تنطلق الجزيرة مع خامس المراكز. هكذا النتيجة مشاهدينا الكرام للخمس المراكز الأولى المنطلقة معنا في شوط ختام منافسات ثاني الأيام تحديات الصغار. أعود إلى البداية إلى مقدمة الشوط مع هزامة. هزامة على البداية على الصدارة حمد بن علي بن حمد بن محسن بن ملهية، ولكن غيرت انطلقت الجزيرة على البداية على الصدارة في هذه اللحظات محمد بن سالم بن مبارك النابت المري. مشاهدينا الكرام أتابع الانطلاق والمنافسة هنا القادمة مع ثاني المراكز مع بنت الباز. ثاني المراكز بنت الباز تصل محمد بن عبد الله بن محمد الزعبي هنا يصل مع ثاني المراكز. نتمنى له التوفيق. ايضا هنا قادمه ومنطلقه بنت الباز، ولكن الاسم القادم في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام متابع الانطلاق من مشتاقه سند بن خميس بن خليفه بن خميس العمري هنا يصل مع ثالث المراكز والقادمه في هذه اللحظات. تتابع فتنة هنا ايضا تصل مع رابع المراكز لراشد بن محمد بن سعيد المري هنا مع رابع المراكز، ولكن خامس الاسماء الوصول من الشاهينية تصل مع خامس المراكز علي بن شفيع بن علي الفهيدة المري. هكذا كان النداء مشاهدينا الكرام للخمس المراكز الاولى، ولكن اعود الى البداية الى الصدارة الى مقدمة الشوط الجزيرة وبنت الباز هنا ايضا تغير تنطلق مع هذه اللحظات والاسماء القادمه. اتابع ايضا القدوم من فتنه، ولكن هنا شعار العمري يغير على البدايه يغير على الصداره. الله على هذا التجمع. نتابع مشاهدينا الكرام ثلاثه اربعه اسماء في موقع واحد هنا المنافسه ولكن الاسم القادم. اتابع القدوم من معزه، غيرت معزه على البدايه على الصداره محمد بن عبد الله بن علي ال فهيده المري، والكيلو الاخير الكيلو الخطير. الله أتابع القدوم أتابع الانطلاق من هزر، وصلت هزر أيضا في هذه اللحظات. سعيد بن خليفة بن سعيد بن عاضد المهيري هنا يغير مع هزر، ولكن شعار العمري أيضا ينطلق في هذه اللحظات. أتابع مشتاقة سند بن خميس بن خليفة العمري، وهناك من الجانب الآخر أتابع الاسم القادم في هذه اللحظات الشاهينية علي بن شفيع بن علي الفهيدة المري. اشتدت المنافسة، بدأ الجميع بالانطلاق هنا مع لحظات الختام. الله يا الصدارة، الله يا مقدمة الشوط. هنا مع مشتاقة للناموس، مشتاقة للفوز والانتصار، ولكن هناك الهجوم والانطلاق. وتابع الاسم القادم مشاهدينا الكرام في هذه اللحظات من انطلقت في هذه اللحظات. هنا زاهية ناصر بن محمد بن محمد بن غنام الهاملي ينتزع الصدارة، ينتزع مقدمة الشوط، ولكن منافسة قوية هنا من مشتاقة على البداية على الصدارة، وهناك زاهية من الجانب الآخر
اللحظات الاخيره 200 متر اخيره ما تفصل عن النهايه، ما تفصل عن الناموس، مشتاقه على البدايه على الصداره. سند بن خميس بن خليفه بن خميس العمري يذهب بالناموس مع مشتاقه مع الختام. سلام لاهالي السلطنه هنا مع مشتاقه تهانينا والناموس لمالكي، مشتاقه على هذا الفوز والناموس. سند بن خميس بن خليفه العمري تهانينا والناموس ثاني المراكز. ثاني المراكز كان الوصول مشاهدينا متابعينا الكرام من ثاني المراكز زاهية ناصر بن محمد بن غنام الهاملي، وثالث المراكز ثالث المراكز مشاهدينا الكرام وسام عبيد بن هادي بن عبيد الضحاك المنصوري، ورابع المراكز كان الوصول متابعينا الكرام من بنت التبر لمحمد بن جعفر بن مرخان الكتبي، وخامس المراكز مشاهدينا هزر لسعيد بن خليفة بن سعيد بن عاضد المهيري. هكذا كانت النتيجة متابعينا الكرام مع شوط الختام. تهانينا والناموس لمالكي، مشتاقة على هذا الفوز والانتصار وتوقيتها الزمني ولحظة وصولها إلى خط النهاية. 6:24 وثلاث أجزاء من الثانية. تهانينا نتابع توقيت المركز الأول في هذه اللحظات من مخرجنا العزيز ولحظات الإعادة. هناك أيضا توقيت المركز الأول توقيت مشتاقة من حصلت على ناموس شوط الختام، نتابعها هنا في هذه اللحظات. 6:23 وثلاث أجزاء من الثاني. تهانينا والناموس لسند بن خميس بن خليفة العمري على هذا الفوز. ثاني المراكز كان الوصول من زاهية وتوقيتها الزمني 6:24 ثلاث أجزاء من الثاني. تهانينا لناصر بن محمد بن غنام الهاملي، وثالث المراكز نتابع هنا لحظة الوصول. هنا من ثالث المراكز كانت وسام وتوقيتها الزمني 6:27 وفاء وتماما. تهانينا والناموس لمالكي وسام عبيد بن هادب بن عبيد الضحاك المنصوري، تهانينا والناموس.